السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع ده باختصار لما بتديله أي فقرة أو أي جملة أو أي مقال بيبدأ يشوف المرادفات للكلمة ديت، بحيث إن لو أنت عندك أي بنجم اللي هو بيشوف الاكتساسات في الأبحاث ما يقدرش إن هو يعرف إن الكلام ده مقتبس. مجرد تديله الكلام وتقوله سبميت فهو بيبدأ يعمل ريبليس، بيبدأ يشوف بعض الكلمات ويشوف المرادف ليها في القواميس ويبدأ يشوفها. لكن لازم تراجع تأكد إنه فعلا عامل الاقتباس في المحل بتاعه.